أشهر سيفك ونازلني. أنا غزالة الشيبانية ولا أريد أن أقتلك كما يضرب البعير. لا تقتربي، الحجاج لا ينازل امرأة. ويحك، أتتبرقع بهذه الحجة لتخفي وراءها جبنك؟ فلتعرف إذن أنني لن أرجع إلا برأسك. قد طال تشوقي إليه. غزالة الشيبانية من شهيرات النساء في الشجاعة والفروسية. هي امرأة شبيب الشيباني، ولدت في الموصل وخرجت مع زوجها على عبد الملك بن مروان سنة 76 هجريا. خرجت عليه أيام ولاية الحجاج في العراق، فكانت تقاتل في الحروب قتال الأبطال. وكان من أشهر أخبارها هو فرار الحجاج منها في إحدى الوقائع، أو تحصنه منها حين أرادت دخول الكوفة، وقد عيره الشعراء بذلك. تولت غزالة الإمامة الكبرى بعد مقتل شبيب، وكانت غزالة شديدة البأس، تقاتل قتالا شديدا يعجز عنه الأبطال من الرجال. وقد بعث الحجاج 5 قادة لمحاربة شبيب فهزمهم جميعا. ثم خرج شبيب من الموصل يريد مهاجمة الكوفة ومعه غزالة، وخرج الحجاج من البصرة يريد الكوفة أيضا، فأسرع شبيب لملاقاته قبل وصوله الكوفة، ولكن الحجاج كان أسرع منه، فدخل الكوفة وتحصن في قصر الإمارة خوفا من ملاقات شبيب وغزالة، فقال الشاعر يعيره بهروبه من اللقاء واختبائه في دار الإمارة: أسد علي وفي الحروب نعامة، ربداء تجفل من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى، بل كان قلبك في جناحي طائر. صدعت غزالة قلبه بفوارس، تركت مدابره كأمس الدابر. فدخل شبيب الكوفة ومعه أمه وزوجته غزالة عند الصباح، وكانت غزالة قد نذرت أن تدخل مسجد الكوفة فتصلي فيه ركعتين، تقرأ في الأولى سورة البقرة وفي الثانية سورة آل عمران، وهما أطول سورتين في سور القرآن الكريم. فصلت غزالة هاتين الركعتين وخرجت من نذرها وهي محاطة بمظاهر التقدير والاحترام، ولكن أهل الكوفة والذين كانت حروب الحرورية قد أقلقتهم كثيرا. قالوا في تلك السنة: وفت الغزالة نذرها، يا رب لا تغفر لها. وظل شبيب ومعه غزالة على رأس قوة من الخوارج الحرورية يحاربون الحجاج، حتى هزموا له 20 جيشا في مدة سنتين. وقد دخل شبيب الكوفة للمرة الثانية على رأس 1000 مقاتل، ومعه غزالة على رأس 200 من نساء الخوارج، وقد تقلدنا السيوف وحملنا الرماح، ووصلوا إلى المسجد الجامع بعدما قتلوا حراسه ومن كان فيه. ونصب شبيب غزالة على المنبر فخطبت في من حضر، وقد قال عتبان بن وصيلة الشيباني الخارجي، قال يخاطب عبد الملك بن مروان مفاخرا برجال الخوارج، معددا مناقبهم وبطولاتهم في قصيدة له، وذكر في من ذكر غزالة الشيبانية التي خصها بهذا البيت من قصيدته: غزالة ذات النذر منا حميدة، لها في سهام المسلمين نصيب. أرسل عبد الملك بن مروان جيوشا عديدة من الشام لمحاربة قوات شبيب وغزالة، وقد استطاعت تلك القوات وبعد معارك عنيفة أن تنتصر على قوات شبيب، وقد قتلت غزالة في معركة قرب الكوفة، وحمل رأسها أحد الفرسان ليأخذه إلى الحجاج، ولكن شبيب شاهده وعرفه، فأرسل إليه أحد فرسانه فقتله وعاد بالرأس إلى شبيب، الذي أمر بغسله وتكفينه ودفنه، ثم قال شبيب فوق قبرها: هي أقرب إليكم رحمه.